هذا أول نشاط ما بين الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مباشرة بعد توقيع البرنامج القطري للتعاون المشترك في باريس بحضور وفد حكومي هام برئاسة السيد رئيس الحكومة. نشاط اليوم طبيعة الحال يخص يعني أحد المشاريع الأساسية في البرنامج القطري للمرحلة المقبلة، وهو ما يتعلق باللا تمركز الإداري. هذا البرنامج القطري اللي وقعنا عليه تنص على مواصلة التعاون في هذا المجال. منظمة التعاون التنمية الاقتصادية لا من خلال الدول الأعضاء ولا من خلال شركائها تتابع مختلف الممارسات الفضلة والتجارب الناجحة في مجال اللا تمركز الإداري والحكمة الترابية. واليوم هذا اللقاء سيتركز على تقاسم بعض التجارب الدولية. حضر معنا المملكة الإسبانية والجمهورية الفرنسية والمكسيك، غادي يكونوا خبراء، وحضرين معنا السادة السفراء، وحضرين معنا أيضا ممثلي الوزارات اللي هما أعضاء في اللجنة الوزارية لتتبع مسار اللا تمركز الإداري. إذا احنا غادي نقدموا بطبيعة الحال التجربة ديالنا لحد الآن المتمثلة في المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية السامية والميثاق الوطني ديال اللا تمركز الإداري والمرسوم المتعلق بنموذج التصاميم التوجيهية المرجعية للا تمركز الإداري. احنا تقدمنا في هذا الورش لأنه ورش يتميز على خلاف واحد بعض الأوراش الأخرى، يتميز بالتزامات زمنية محددة، بمعنى في نهاية هذا الشهر ينبغي على كل القطاعات الوزارية أن تكون قد عبأت وأعدت التصاميم المديرية المرجعية لإعداد للتمركز الإداري، على أساس أن ننطلق في التنزيل وفي التفعيل وفي خلق الأقطاب اللي كتجمع المصالح الخارجية لكل وزارة على صعيد الجهة. وغادي يبدأ العمل ديال التقائية السياسات التنموية على الصعيد الترابي، على أساس أنه المرسوم كيرسم الأفق ديال 3 سنوات باش تكون عندنا واحد الإدارة مغربية لا متمركزة وكتشكل دعامة أساسية للجهوية المتقدمة في بلادنا.